خلينا بقى نتكلم في موضوع مفيش بيت مصري ما بيتكلمش فيه، سعر الدولار، سعر الصرف كام النهارده؟ تصحى الصبح السعر كام النهارده؟ البنك المركزي يقود اكبر حرب على تجار العمله بالسوق السوداء، وفي خطه للقضاء على السوق الموازيه وتوحيد سعر الصرف وتوفير السيوله الدولاريه بالبنوك. الدولار نزل تقريبا من 20 ل 23 جنيه خلال كام ساعه بس، ودي كانت يعني ضربه موجعه لتجار العمله والمضاربين. وكمان الدولة بتجهز حزمة من القرارات والإجراءات للقضاء نهائيا على السوق السوداء ويبقى عندنا سعر صرف موحد. خلينا أقول لحضرتك كده عنوان إن الدولة المصرية نتيجة جهود متكاملة نجحت في إدارة أزمة الدولار. الكل راهن، وشفنا يعني كلام كتير سواء على السوشيال ميديا أو في الشارع أو وسائل الإعلام المعادية، بنشوف كل راهن على سقوط الدولة المصرية، وأزمة الأزمة دي كبيرة ومصر مش هتعدي منها، وشفنا كلام من ده كتير. لكن المصريين أثبتوا، والدولة المصرية بتكامل الجهود اللي حصل خلال الكام يوم اللي فاتوا قدرنا نتجاوز الأزمة، وخلال الفترة القادمة هينزل أكتر سعر الدولار في السوق السوداء. بس ده ما تمش كده، زي ما بنقول كده جهود متكاملة حصلت. خلينا نقول لحضرتك كده ايه ابرز الحاجات اللي ادت الى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء. اول حاجه من وجهه نظري واهم نقطه هو ثبات موقف القياده السياسيه تجاه قصه الضغوط اللي طلبت بتحرير سعر الصرف في مصر خلال الفتره اللي فاتت. كان هناك ضغوط في هذا الامر، ثبات موقف القياده السياسيه ليه؟ عشان قصه الحمايه الاجتماعيه والحفاظ على المواطنين، ودي نقطه في غايه الاهميه. النقطه الثانيه الضربات الامنيه الموجعه لتجار العمله في السوق السوداء، ضربات كبيره حصلت خلال الفتره اللي فاتت اثرت بشكل كبير على ضبط السوق. قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وزياده حزمه برنامج التمويل الانمائي لمصر، وبنتكلم تقريبا الدفعه بدل ما هتبقى 3 مليار بتوصل ل 7 مليار دولار، ده قرب اتفاق مع صندوق النقد الدولي في هذا الامر. كمان الاتفاق اللي تم مع بعض المستثمرين فيما يخص تنميه راس الحكمه، وايضا هيكون في هناك استثمارات كبيره هيتم ضخها للبنك المركزي خلال هذه الفتره، اتفاق مع دول الاتحاد الاوروبي وهيكون هناك استثمارات كبيره في هذا الاطار هيتم ضخها. هذه الاستثمارات والقرارات معناها استدامه انخفاض سعر الصرف؟ بالظبط، ده هيساعد في استدامه، هيساعد في السيطره على السوق السوداء. طول ما انا عندي حوافز وعندي دولارات بقدر اضخها في السوق، بقدر اعمل هذا التوازن، فبالتالي بيتم السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء، ما يبقاش عندي سعرين للصرف، وده اللي الدولة المصرية شغالة عليه وإن شاء الله هتنجح فيه خلال الفترة اللي جاية. بالتوازي مع ده بيأثر طبيعي على الأسعار، بس محتاج نوع من الرقابة، والرقابة مش من الحكومة فقط، طبعا لازم الأجهزة الرقابية بتقوم بدورها، ولازم يتم اتخاذ قرارات أكثر رقابة مع التجار. بنشوف جشع تجار كبير، وبنشوف ده في أي سلعة حضرتك هتروح تشتريها من مكان هنا أو من مكان هنا. السلع لازم ترخص كمان، بما أن الدولار نزل السلع لازم ترخص، وده مع الوقت طبيعي اللي هو هيحصل، ولكن ده محتاج رقابة من جانب الحكومة أكثر صرامة، ورقابة كمان من جانب المواطن واللي هو يتخذ يعني المسلك الشرعي ليه، سواء عن طريق يبلغ لو في تفاوت في الاسعار، اقدر اتواصل مع جهاز حمايه المشتركه، اتواصل مع الحكومه، الشكاوى الحكوميه اقدر اتواصل، بحيث ان تبقى الجهود متكامله اللي هي بتعمل مبالغه في الاسعار، وهو ده الحل الامثل والاول. بالتاكيد لازم دورنا مهم جدا في هذا الملف.